افهم من المحصله انك ما زلت في تحالفك مع حزب الله. لا، التحالف هو بيكون لما بتكون الناس بكل المواقف يعني على موقف واحد. نحن اختلفنا معهم بموضوع بناء الدولة، اختلفنا اولا، واختلفنا معهم ثانيا بال 2022 على موضوع الشراكة في الوطن يعني برئاسة الجمهورية وبالحكومة، واختلفنا معهم ثالثا على موضوع حرب اسناد غزة، وعلى موضوع انه لبنان داخل بحرب ما عنده قضية لبنانية فيها وما عنده هدف لبناني فيها، داخل بس تحت عنوان وحدة الساحات يلي نحن مش مقتنعين فيها، وكرمال محور الممانعة يلي شفنا بالآخر انه لبنان وحده يلي بقي بهيدا المحور عم بحارب إسرائيل، وبقية الدول ما ساندت لبنان. إيران اليوم تحارب بحزب الله وباللبنانيين تحارب إسرائيل. نحن مهمتنا ندافع عن أرضنا، نحمي سيادتنا. إيران إذا بدها تحارب تحارب من عندها، وهي تدافع عن أرضها، وهي تواجه إسرائيل بوسائلها المباشرة من عندها. طيب. طبعاً أنا مع اختيار جمهورية مبارحة مش اليوم طبعاً، وهذا نقص كتير كبير عم بيصير. يعني قبل وقف إطلاق النار؟ طبعاً أنا بعتبر هذا غلط كتير كبير عملوا الثنائي الشيعي بأنه منع انتخاب رئيس جمهورية لبنان منذ 2022.